الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلا حلقات خمسة وسبعين كفال سبعة وخمس الذي بتدبير معي قريش وتدبيرنا يا الله سبحانه وتعالى دي بلد تهجيته أقلمي دي بحلقات حلقة رقم أربعة وسبعين قريش قرار نسأوه النبي صلى الله عليه وسلم واللقطوله من دليتات شن شنقولام شباب حلت لبوم واندفروا واندحروا حرويام لوم حرو قال من كل قبائل قل وحتى دبوت ودما ولد فرق بيننا هذا هيني لتدبير لتوم رب العالمين كفوق النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وحين دبيكم سنبيت صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما حصل دي ان رايته قال الله سبحانه وتعالى جبريل ده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سموا اعمالكم سر ودوا لو ويوم اللي معل دي كان كذا قلت ما يعرف تسكب <applause> على بكبي لي جبريل لكان كان كقير ربي لي وابا هجرت كمان ربي اذن اقلو وتبقى كانوا علي بن ابي طالب قال سكبته ابو بكر جاي سال عليك ان ابو بكر اساليه وكل راحلت كل ايه راحلت كلامات عن لوم لا, لا منو لاستفيدو لا أه لوم جهزو على عبد الله بن عريقه طلبولو انسان سني دليل وماهر وتيوراي مدلل أمر انسان على غلوك أه الله فو وحق سلس يوم جيب جبل صور ديبو ديب جبل ديب ديب ثور بربر هلاك ان جيب نتر ابي لو وقبل باكو قاموا باكو اتفقوا والنبي صلى الله عليه وسلم آه حاولوا يقتلوا ولا لمط او والنبي صلى الله عليه وسلم لم الا لانه النبي صلى الله عليه وسلم عادته اول الليل سكب على بدايه الليل سكب واندس اكباه مقبل لي او اخر من أنت فقر كدي مكه دي بحرم صلاه التهجد للصلاة على قيام الليل للصلاه على صلى الله عليه وسلم لم لله قال كان ميا وعلي ابن ابي طالب هي يعني رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بسكبا وحتى يتمتع كا رب النبي صلى الله عليه وسلم امر على رب او وعلي دي بقى كان يو لبردت أو لا او لا اخضر حتى تغير ما حتى تا إلى على وكم سر او النبي تبيلو مرة فرحانين حنين علو ومشتهين علو عن أمن جبي صلاة سلات حتى وسبت ندوى سبنا ديبو حتى إذا بن ندوى بالعلو وكم سألن دلوك إن دم كرو الحالة من ودو الله سبحانه وتعالى هي نتجاوب يوم ها بآيات بيلا الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لا كم سأل على الله تدبير بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى ثم يدبر على ورب العالمين مدبر ادى لنص ل دي بكتاب هلا لنقرا علمي برضو كم مهتر هلا نقراه وحر لقدام يعني مثل نشرحه ومثل نفهمه وضروريته احنا منا كتاب نقرا لنا ومن كتاب نقلها لنا وكتابنا المختصر تو, تو أه لزدت تلاق ولا عبرت من استفيد منا الا هي لا أه لا الا من استفيد منه انسان ظالم وانسان كويل ودي وانسان قبل ما لنوي وانسان قبل ما لنوي ربي لا لك اي مظلوم صادق قبل جب من قبي بعد ما قبل جب من قبي وثابت قبل جب من قبي وانسان رسالي قبل جب من قبي لانه رب العالمين اللي بيربط بعد ولا يحيق المكر السيء الا باهله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكر اولئك يبور ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل وتهجد وحي واللي كله آه كفيل على اللي توم تهزموا وقرب سبحانه وتعالى النبي هو اللي نصر وحينكم سليه اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمور اللي تمثل دي ونستفيد غن استفيد ودي ديننا غن عقب وعدنا أن عقابه ولادنا وأنسنا ومجتمعنا ووطننا وباللي أمور ديننا بتحسن نيته وقلنا دعي وقلنا صلاح لك بقى دي بأمور ديننا ودنيانا أه بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى ومن طبيعة مثل هذا الاجتماع السري للقاية وأن لا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتقاير العادات المستمرة حتى لا يشم حتى لا يشم احد او حتى لا يشم لا يشم احد رائحه التامر والخطر ولا يدور في خلد أحد في خلد احد إن, ان هناك قمودا ينبئ عن الشر وكان هذا مكرا من قريش ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه وتعالى فخيبهم من حيث لا يشعرون فقد نزل جبريل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامره قريش، واذن له في الهجره، وحدد له وقت الخروج، وبين له خطه الرد على مكر قريش فقال لا تبت هذه الليله على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيره، حين يستريح الناس في بيوتهم الى بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وابرم معه امور الهجره فجهزا الراحلتين حث الجهاز واستأجروا واستأجرا عبد الله بن عريقة الليثي وكان على دين قريش ليكون دليلا لهم في الطريق وكان هاديا ماهرا بالطرق وواعداه جبل الثور بعد ثلاث ليال ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا حتى لم يشعر أحدا بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اه اتقاء مما قررته قريش وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد بعد صلاة العشاء ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه صلاة التهجد قيام الليل فضجع عليا رضي الله عنه على فراشه تلك الليلة وأخبره بأنه لا يصيبه مكروه فلما نام عامة الناس وهدأ الليل جاء المتآمرون سرا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوقوه ورأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراشه صلى الله عليه وسلم مستجيا ببرده الحضرمي الأخضر فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذوا يختانون يختالون آه زهوا أخذوا يختالون زهوا ويرصدونه حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه وكان هذا جواب مكرهم من الله سبحانه وتعالى يقول تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الحلقات الله دي بلا تكلست لما كر لنا يوم ولا أزيتهم وكله فاشلة تدبيرنا يا قريش تدبيرنا يا رب العالمين بعد حيو اللهم كل من أراد سوءا بالمسلمين أجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره وأدل الدائرة عليه واعلي كلمة الدين وكلمة الإسلام والمسلمين وأهزم المشركين والكفار والمنافقين والملحدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله